سلوم عايش خويا سلوك. هيا وينهم الجماعة اللي بعثولي برشا برشا بعثولي راهم يحيسلوا فيا على لي بروسيدور؟ وينكم؟ اي تلم نومبر باهي ونحكيو، كان اللي عنده أسئلة اللي عنده حاجات راني هنا في اللايف توا نحكيو. قايس السيل كمان جيتي قايس، نعرف هيا وينكم. ما نستنى في النومبر بتاع العبيد و نبدا نفسر لكم في لي بروسيدور، خاطر ما وعدتكم قلت لكم باش نعمل لكم لايف باش نحكي لكم على لي بروسيدور الكل. مشي لهم بياتي تو يجيو. بياتي ري بياتي ري بياتي ري وفيه شوية رست سولك على ملا سلومة يا اخوي. هاي يا جماعة نستنى في النوم براو بتاع العبيد باش يجيو باش يتفرجوا في اللايف، نستنى فيكم راني به ساعة قبل كل شيء. بالنسبة للعبيد اللي معناتها ما بعثولي دي ميساج ويسألوا فيا، مش راهو معناتها قاعد نحقر زعما وراك اللغة، لا لا، أما والله العظيم راني وقت صدقوني جملة 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 زادة شفتوا الوقت ما فماش، تقوم الصباح تمشي منه ترجع درشني وقت جملة، وزيد برشا برشا راه برشا ميساجات جاوني برشا عند برشا عباد، دونك كلمة عرفت ما واحد ما عندوش الوقت يقعد، عرفتك اللي يجاوب بالواحد بالواحد، وديكو حبيت هكا نحل حكاية اللايف هذه واللي عنده كيستيون عنده حاجة نحكيو فيها مع بعضنا معناتها باللي نقدر نعاون باللي نقدر. شنية جو في ديجون أنس حاجليو؟ والله يا خويا جو ايه عبيد يا علاش توا يا سيفي هذيك راقدين الكل ما نعرفش انا بون الصباح والله خاطر ما نتفاضاش والله جملة الصباح دي الصباح نجري ودراش نية دي والله العظيم من واحد من بلاصة لبلاصة. اليوم مشيت للوين الواحد تاع الكروس تاع ديجون حاسيلو صف نقول لكم ما وين لونيفرسيتي دو بورغوني لهنا صف نقول لكم مش نحكي لكم صف حاسيله مش عادي الصف والكل هاد ستوديون فيهم الفرنسيس فيهم من البلايص الكل جايين معنت دخلت شفت مع يونامي شفت الشامبر بتاع بتاع الكروس كيفاش بون مش كبيرة صغيرة الحقيقة اما باهي باهي سبب كوزين اون كومان ودوش اون كومان وتواليت اون كومان ما بيتك وحدك جوك باهي معناتها ايوا وينك ايوا وينك هاي 17 او باهي النمبر بدا يتحسن هيا نخلطوا ال 20 نبداو نحكي وين
هز راسك. دالي يا حجار، يا دالي يا حجار، يا حجار يا لولا، قدام العبيد الكل حجار حجار. نكلم فيك من قبيلة ما تحبش تهز. يا به والنمبر خلاط 22 21 به. نتوكلوا على ربي يا جماعة، نبداو نفسروا به. ركزوا معا، أول إتاب تعملها واضح الصوت جو باهي به. أول إتاب تعملوها مش تخرج تقرا في فرنسا، أول إتاب تعملها بالنسبة للي ما عندوش باسبور يحضر باسبور به. ابتسام تويتي، عرفنا بروحك شكون انتي، انا جديدة في الجروب ونحب نسأل به. عندك الحق به. سيف جلولي اتوديون، نقرأ في الميوزيكولوجي. به انس حجلاوي، واحد متحايل به سي انس ميسيرش، انا متحايل خويا به. ميرسي سي انس ويرحم والديك، انا متحيل وعلى الاخر زاد وغلق ميسال شقول اللي تحب عندها ما يقلقنيش، عادي نرمال على الاخر به. بون ابتسام، سامحني نرجع لك، قلت لي عرفنا بروحك شكون انتي، انا جديدة في الجروب ونحب نسأل به. شنو هو السوجي؟ به انا سيف جلولي، نقرا قريت في تونس 3 سنين ميوزيكولوجي في الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك دو تونس. بون ومعناتها وجيت لهنا لفرنسا في ديجون باش نقرا نكمل قرايتي في الميوزيكولوجي في الدومين بتاع الميوزيكولوجي. به السوجي عملت المرة اللي فاتت لايف حكيت فيه على الأغناك بتاع بتاع لي زاجونس، وبالأخص حكيت على دي فرانس وعلى العمايل اللي عملوه متاعي ناس. نعرف يا ودي نعرف، عادي عادي فهمتني، وعلى العمايل اللي عملوهم معناتها. دونك حكيت بالضبط شنو هو العمايل اللي عملوهم بيرسونيلمون معايا، وديجا فهم مع عباد في اللايف كتبوا اللي هما بيدهم تعداو نفس المشاكل وعملوا لهم نفس المشاكل وكهو. وقلت في اللايف هذاك قلت اللي انا ابتسام هكا، قلت اللي باش معناتها نهبط لايف اخر نحكي فيه على معناتها لي بروسيدور كيفاش به. مروة بن محمد عمري ما حليك باش نقعد نسمع فيك به، عايش كي حل هيك به. به قلت لك في اللايف اللي فات ابتسام، قلت لي انا معناتها كيما نقولوا نحنا باش نهبط لايف اخر نحكي فيه على لي بروسيدور، وانا معناتها راني نعاون العباد بالضبط، معناتها ما عندي حتى مشكل في الحكايه هذه. اللي يحب يخرج معناتها لفرنسا نحكي لكم نعاون ونقول له شنو هو لي بروسيدور، شنو اللي يلزمه يعمل، شنو بالضبط اللي تعديت به انا بيرسونيلمون وكاو به. باهي يا لولا، باهي باهي باهي، تا نحكيو باهي 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 باهي، زيد زيد اعملها باهي. اول حاجة تعملها تبدأ بالباسبور نتاعك، تحضر باسبورك. ثاني حاجة يلزمك الاوراق نتاعك من الباك، ركز معايا من الباك، تاخو الاوراق نتاعك شهادة الباك والريلوفي نوت تاع الباك باهي، تحضر هذوما. اللي ديجا هو مازال ما خداش الباك من الدوزيام اني، هذا في حد علمي اللي ما عنديش فكره كبيره على اللي مازالوا قبل الباك، مي
اللي قبل الباك حسب ما سمعت من دوزيام اني في الليسي تحضر لي بولتان تاعك باش تترجمه، اللي بالفرنسي تخليه بالفرنسي واللي بالعربي باش تترجمه. به بالله يا حبيبك، شنو به به ولا شنو به كلاعي ميسالش خويا، كان مقلقك ما قالك حد ادخل وتفرج فيه. ما معك احكي على حاجه اسونسييل، قاعد نحكي فما عباد تسمع فيه، ميسالش كي انت تقلقت يا خويا، تنجم ما فيها حد شي راه، وتنجم تخرج راه، ما تقلقش الحكايه، تعمل هكا وتخرج، فهمت؟ شفت مساله عمليه معناتها، تخرج على روحك وكا نواصل. ربتيوخ باه. من الدوزيام هذوما الجماعة اللي مازال ما خداش الباك، من الدوزيام تاخذ لي بيلتان بتاعك باش تهز الترجمة. باه، ما تترجمهمش عند أي مترجم، يلزم تترجمهم عند مترجم محلف ويكون معترف بيه في القنصلية بتاع فرنسا، يلزم يكون معترف بيه. ديجا تلقاو ليستا بتاع المترجمين المحلفين، تلقاو ليستا تلقاوها في الكومبيس فرانس، المترجمين المحلفين اللي معترف بيهم في القنصلية بتاع فرنسا. باه، بعد هذاك شنو اللي تعمل بالضبط؟ بعد هذاك تمشي سي بون، ترجمت اوراق كيلكو سوا من الدوزيام من الليسي، ولا عندك الباك مثلا قريت بريمير اني دوزيام اني تروازيام ليسونس، خذيت شهادتك، ترجم اللي بالعربي ترجم، واللي بالفرنسي خليه ما تستحقش باش تترجم. باه باه، السوفي باش حضرتهم هذوك وترجمت الوريقات هذوك باش تحل الكونت تاع الكومبيس فرانس. كونت كومبيس فرانس ساهل، كاينك باش تحل كونت فيسبوك، ما في حد شيء، تمشي كذا فورمولير تعمر منا 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 درشنية، تحط نمر الباسبور، تحط حكايات كيما هكا، عنوان الدار، هذوما هم. باه دونك نعاود باسبورك، لي ريلوفي دو نوت، وشهادتك، هذوما اللي بالعربي ترجموا، اللي بالفرنسي تخليه. باه، من بعد عندك كيما الغوبريك صغيره هكا باش تحط فيها كل عام شنو عملت. بيان سور انت باش تحكي مثلا، نقولوا نحن جودينا بورتو كوا، باش تحط مثلا باك كيفي انا، باك 2015 موين كذا 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 كذا، من بعد باش يقول لك جستيفيكاتيف، باش تحط التصوير، باش تحط الفيشي نتاعك تسكاني، وتحط شات الباك نتاعك بيان سور المترجمه بالفرنسي مثلا، والريلوفي دو نوت اللي مترجم بالفرنسي، كل حاجه لازم جوستيفيكاتيف نتاعها، وتعمل مع هذاك سي في، لازمك تعمل سي في، تحضر سي في، تعمل سي في. راني اخزروا لي، راني نتوا قاعد نحكي للجماعه اللي يحبوا يقدموا في الحكومه في الليتاتيك، كيما قدمت انا في الحكومه، نحكي لكم في الليتاتيك. باه، كملت انت توا، صبيت مع حطيتهم هذوما والسي في ونظمت كل شيء. باه، باش تعدي سي بون، حطيت اوراق الكل، باش تمشي باش تعدي التسي اف. التسي اف شنو؟ تيست دو كونيسونس دو فرونسي. ديما راهو سامحوني، ديما نحكي لكم بالمنطلق اللي عملته انا بالضبط. التسي اف اللي يحس روحه مضعضع شويه في الفرنسي، يقيد يقرا شويه فرنسي في الانستيتيو فرونسي، ما يسالش يقرا، ما فيها باس، اللي سافوا مش مشكل، ما غير ما يقيد ما تستحقش الحكايه. باه، التي سي اف تيست بالضبط بالضبط، انا نربطه كيما الواحد كيما الكود دو لا روت، الكود نتاع السياق بالضبط هكاك. التي سي اف على البي سي تبدا ساعتين قدامك بي سي، اسئله ملول باش تبدا تسمع في موضوع هكا، وباش تبدا حكومي في مول. باه، وباش تبدا تجاوب، باش تبدا تجاوب على الاسئله هذوك اللي باش تسمعهم، باش تسمع سوجي وباش تجاوب عليه هكاك، ساعتين يدوم ساعتين الاكزامون، ما فيه شيء مش صعيب. ومن بعد اسئله على لوغ دو غراف، ومن بعد اسئله هكا يجيبولك دي تيكست صغار ومشيو يصعب. باه، التسيف من المستحسن، من المستحسن اقل حاجه تجيبها بي دو، من المستحسن تجيب سي ان، حاول كيفاش تجيب سي ان، اما اقل حاجه تجيبها بي دو، اقل حاجه. اي سورتو نحكي على جماعه اللي يحبوا يقدموا في الليل تروارا، ال ان تنجم حتى بي ان تسلك،
اللي مش يقدم مازال مش مساوي الار، مثلا مش عاوز ال ار غير ما تنزل نحاول تجيب بي دو، خاطر لي فاك لهنا الاكثر يكزيجيو البي دو، اكثر حاجه يكزيجيوها البي دو. باه سي بون كملت، انت خديت تي سي اف نتاعك، عديت تي سي اف ونجحت. تي سي اف ما قلت لكمش بار ديتا، يعني قاعد نفسر لكم التي سي اف لازمك تقدم عليه اون ليني. ديجا تدخل للسيت نتاع الانستيتيو فرونسي دو تونس، تدخل له وكل واحد عنده الانستيتيو فرونسي نتاعو، مثلا فما بتاع قفصه في العقابس ولا عرفش فين، فما بتاع سوسه صفاق، تدخل تشوف الدات نتاع التعديه نتاع التي سي اف وقتاش، البريز سيمفوني البريز دو رونديفو اون ليني وقتاش، تدخل تاخذ رونديفو اون ليني باش تعدي التي سي اف، من بعد تمشي لهم تخلصهم في 250 دينار. باه تخلصهم في 250 دينار وتمشي تعدي على روحك. باه هنشوف، جوني فما اسئله. صاحبي اللي باك 2012 وديجا يخدم تو ينجم يصب تو، تنجم خويا تصب، تنجم عندك الحق تصب، اما كل عام لازم تثبت لي انت عندك حاجه تعمل فيها، كل عام تثبت ستاج خدمة أي أتستاسيون من الآخر. به أما خير تي سي اف اس او ولا تي بي بربي؟ والله نحكي لك، أنا واحد من الناس عديت تي بي، كل دومين وكل واحد الدومين بتاعه. أنا بالنسبة لي أنا تي بي سافا، تي سي اف تو بيبليك سافا. به تي سي اف اسكو تي سي اف تي بي و تي سي اف داب إلي تيست دو كوم كومبليمونتير؟ باه بوغديري مروان، باه خويا مروان. التي سي اف تي بي والتي سي اف داب راني ما عنديش فكره كبيره بالضبط شنو الفرق ما بيناتهم. اللي نعرف حاجه برك، نعرف التي سي اف داب يعديوه جماعه اللي باش يدخلوا ليزيكول دانجينيور، في بالي هك اللي نعرف هك، راني ما عنديش فكره كبيره عليهم. انا واحد من الناس عديت التي سي اف تي بي، بالنسبه لي انا عديت التي سي اف تي بي. باه دليل تي سي اف سو هو اس او هو سو اس او هو فيديو تي سي اف تي بي، ديجا اسمه تي سي اف اس او تي بي بالضبط بالضبط. نسيت هالمعلومة هذه، تي سي اف اس او هو فيديو تي سي اف تي بي، سامحني كان قلت لك هاي بيا، سامحني كان تخلطت في الحكاية قلت لك هيك. باه اللي نعرفه انا، قلنا نرجع لك يا مروان، اللي نعرفه الداب لجماعة اللي باش يدخلوا ليزيكول دانجينيور. باه اسمي مش 220 دينار، اي في بالي 220 دينار، انا كي عديت 220 دينار تصب. باه سي بون، نقولوا نحنا انت توا خديت التي سي اف نتاعك، جوك باهي وخديت التي سي اف نتاعك، شنو باش تعمل توا؟ باش تختار لي فاكولتي، باش تحط تقدم في لي فاكولتي. باه ننصحكم نصيحه، نصيحه من عندي انا وكل حد بيان سور باش يعرف شنو اللي باش يصلح له، ابعدوا تمام البعد على باري، ننصحكم ابعدوا على باري، راهي باري غالي، غاليه برشا فلوس، غالي الكري سورتو الكري، وراهي معبيه ياسر. ابعدك على باري، ننصحك انا ابعدك، ابعد على باري، خليك شوف بلايص بعض. باه وشوف زيادة اللي بيان سور مثلا يبدا يكون عنده مثلا خالو ولا ولد عمه مثلا جدينا بورتوكو مثلا في تولوز، مثلا يحط في تولوز يقيد في البلايص اللي يعرف فيهم شكون عنده، معناتها باش يعمل عليه من بعد في ليبرجمون بار اكزومبل، فهمتوني؟ باه وزاده او ميم طون حسب البروفيل نتاع الفاك، زاده حسب البروفيل اللي تقدمه الفاك اللي تشوفه انت يساعدك ولا ماك، تقرا شوي. باه من بعد، بعد ما انت سي بون، نقولوا نحن عندك، ما قلت لكمش عندك الحق في 6 شوا، عندك الحق باش تقدم في 7 بلايص اكاهو. باه فما شكون سالني ديجا قال لي كيما نقولوا نحن نجم نحط ال 3 مثلا ام 1، ننصحك لا. علاش؟ خاطر من بعد راك باش تعدي اونتريتيان باش تسالك عليها، علاش الحكايه هذيك باش تمرجك، علاش انت حطيت ام 1 و ال 3 ودرا شنيا؟ دونك ديكو خليك مع يا ال 3 وحدها يا ام 1 وحدها.
ب ب من بعد ونقول نحن انت سي بون كملت عديت على روحك تسهيفك وحطيت لسات شوا بتاع الفاكولتي باش تكتب لتر دو موتيفاسيون باش تمشي تكتب لهم لتر دو موتيفاسيون للي فاكولتي هذوك وتفاليتي الدوسي نتاعك تعمل جو سومي مون دوسي كومبيس فرانس باه تمشي وقتها تخلصهم 190 دينار بار شيك كان صدقني ربي هك 190 دينار بار شيك تمشي تعطيهم باه وقتها باش تعدي لونتروتيان ولا بعد بشوية باش تعدي لونتروتيان تخلصهم ومن بعد باش تعدي لونتروتيان هكاك تصير الحكاية لونتروتيان هذا باش تسألك فيه أسئلة كل واحد كيفاش باش تمشي باش تسألك أسئلة جونر مثلا أنا نحكي لكم عليا أنا مثلا باش تعديت علاش اخترت فرنسا بالذات علاش بون علاش أنا باكمات كيفاش باكمات ومن بعد مشيت عملت موسيقى قالت لي جونر مثلا علاش اخترت ال 3 وانا ديجا ماخذ ليسونس لاني من تونس علاش تحب تعاود ال 3 الاسئله جو هذا من بعد بتسالك باش تقول لك السؤال الشهير هذا اللي تسال الناس الكل شنو البروجي بروفيسيونيل نتاعك باش تحكي لها شنو تحب تعمل انت من بعد القرايه ومن بعد السؤال الشهير الاخر شنو تحب تعمل بعد ما تكمل قرايتك بيان سور محفوظه راح كاين نحب نروح لبلادي وكل اللغه هذيك باش تحكي ظاهر تروح به بعد ما انت سي بون كملت عديت لونتروتيان بتاعك مش باش يقولوا لك راه لك باش يقول لك حط لك افي فافورابل ولا دي فافورابل ما يقول لك حتى شيء ما تسمع بحد شيء لهنا ما تسمع بحد شيء يقول لك حتى شيء تعرفها من بعد الجور اللي الريزولتا بتاع الفيزا بتاعك تعرفها الحكايه به تقعد تستنى وقت تقعد تستنى باش تقعد تستنى لي ريبونس تاع لي فاكولتي لي فاكولتي كل فاك وقتاش تجاوب باه كان قبلتك راهي باش تكتب لك اكسبتي تجيك بالاخر اكسبتي مثلا نقولوا نحنا انت في كلي سيت شوا هذوكم ما نعرفش انا اكسون بروفونس مثلا قبلتك في الدومين نتاعك اكسون بروفونس قبلتك باش تجيك اكسبتي وباش يقول لك علاش قبلتك فوتر بروفيل درا شنو نو كوميا وكرويق هذاك و سي بون معناتها رانا نقولوا نحنا رانا قبلناك باه من بعد تقعد اذا كانت انت مثلا قبلتك واحد تحب تمشي تفاليديها هي تفاليديها وفات الحكايه اذا كانت تحب تقعد تستنى مثلا مش عاجبتك بالكدا تستنى في واحده اخرى مثلا انت مخك في واحده اخرى تحب تمشي لها مثلا تحب تمشي كيفي انا الديجون مثلا تصبر وتستنى لين تجيك الريبونس مثلا تاع الفاك هذيك باه كان زاد سامحون كان زاد باش تجيك ريفيوزي راه باش يقول لك علاش رفضك يا باش يقول لك مثلا نيفو انسوفيزون يا باش يقول لك باش يكتب لك علاش رفضك وكاو تجيك بالاحمر ريفيوزي باش يقول لك علاش باه بعد بعد انت لهنا نقولوا نحنا مثلا ماك السبعه هذوكم نقولوا قبلوك ثلاثه مثلا من السبعه اللي عمر اللي حطيت فيهم قبلوك ثلاثه مثلا ليون ديجون ليل مثلا قبلوك ثلاثة انت باش تختار انا في الثلاثة ذوك اللي باش تساعدك انا اللي باش تشوفها تساعدك اكثر انا اللي انا ده اللي بالله خلينا سريع عادي باش تشوف انا اللي باش تساعدك اكثر انت في هذوك مثلا نقولوا الثلاثه اللي قبلوك باش تشوف انا اللي باش تساعدك مثلا نقولوا نحنا مثلا تاع اكسون بروفونس مساعدتك مثلا عاجبك البروفيل اللي باش تقدمه لك بتاع القرايه عاجبك الله عجبتك حتى البروفيل نتاعهم تاع الجامعه البلاصه كذا وبيان سور على حسب زاد يبدا شكون عندك مثلا فيها باش يعاونك في ليبرجمون كذا كل واحد والكار تاعو باهي تمشي تعمل تمشي تفاليدي تمشي تحط تفاليدي هذيك الشوا هذيك معناتها مون شوا فينال راهو في الفاك هذيك الشوا نتاع الفينال راهو في الفاك هذيك اخترت هذي سي بون سوفي فاليديتها سي بون راه فات الحكاية ما تعاودش ترجع تحب تقول مبدل لا سي انت راك فاليديتها طب باه شنو اللي تعملو طب وقتها بالنسبة للي قاعدين يقراو في العام مثلا كيما نقولو نحنا عام السنة هما ديجا يقراو شنو يعمل يعني؟ يستنى لين ياخو الغلوفي دو نوت نتاعو
يمشي يهز للكومبيس لغة البيد نوت، واللي ديجا كيما حالتي انا ماخو ليسانس يهز لها شهادة اللي هو عام سنة مثلا كيما نقولو نحنا، قاعد مثلا يعمل في ستاج ولا كيفي انا مثلا هزت لها شهادة اللي انا نقري في كونسرفاتوار ولا حاجة كيما هكا، فهمتوني؟ اللي انت عندك ما تعمل من الاخر، عام سنة عندك ما تعمل، راك عندك حاجة في يدك تعمل فيها، تهز زير به. من بعد هذاك شي لازمك تعمل من بعد العملية دي، كي لازمك تمشي كيما نقولو نحنا تمدلها كيما نقولو، كان قلت لي قاعد تقرا تعطيها كيما قلت لكم ريليفيد نوت، ولا ماكش تقرا تعطيها تمدلها حاجة اللي انت عندك ما تعمل معناتها، فهمتوني؟ العام هذاك اش تعمل لك؟ تصحح لك هي بالطومبون نتاع الكونسولا، صحح لك في الورقة هذيك الطومبون، سي بون وقتها وفات حكاية الكومبيس فرنسا، سي وقتها عندك ورقة تثبت اللي انت راك تقبلت في جامعة في فرنسا، باش تبدا تحضر في الفيزا نتاعك وقتها. باه يا دالي تختار يزيني قالوا ما براو، فهمتني؟ باه انتي وقتك كيما نقولوا بعد ما تصحح سي بون عندك الورقه تثبت لي انتي راك تقبلت في فرنسا وفي جامعه جاوب بها، انا نحكي كيفي انا تقبلت في جامعه حكوميه، معنت عندك لي انتي راك مقبول به. جماعه البريفي موضوع اخر، جماعه البريفي اللي تقبلوا في البريفي حسب ما نعرف يمشي الكونت الكومبيوس وبه اللي تقبل نقولوا نحنا كونتاكت فاك بريفي وتقبل فيها طول، وجاب اتستاسيون عطاو اتستاسيون اللي هو تقبل فك الفاك هذيك البريفي، يمشي للكومبيوس ويقول لهم راني تقبلت في فاك بريفي، باش يقولوا لك برا حل الكونت، تصب فيه الاوراق اللي كنت تحكيكم فيها الكل، تسكاني فيه، ومن بعد تحط تمشي طول تتعدل، فما واحده هكا ايكون جو سوي اكسبتي، تحط فيها اللي انت تقبلت وتحط الاتستاسيون هذيك نتاع اللي انت تقبلت، وتمشي للكومبيوس تنزل تقول لهم راني عملت دوسير كذا وكذا، تطلب باش تعدي اونتروتيان، يعديو لك اونتروتيان، لازم راه اونتروتيان لازم، ما عندك وين هاب، لازمك تعدي اونتروتيان. تعديه اونتروتيان هذاك باه، نرجع لجماعة الحكومة سي بون، من بعد يعطيوك لاكور بريالابل، لاكور بريالابل هذاك كيما قلت لكم يبدا بصحح صحاح نتاع الكونسولا مكتوبة فيه، وقتها باش تبدا تحضر الفيزا. باه تحضير الفيزا شنو اللي لازم؟ أول حاجة زوز أهم حاجات، حاجتين اللي هما ليبرجمون والفلوس، دونك ليبرجمون والفلوس زوز هذوما اهم حاجات، الباقي ساهلين ما فيهم حد شيء، اوراق في نهارين يحضر، مي ليبرجمون والفلوس هما ابلد حاجه. وبالنسبه لي انا اللي تعرضت له ليبرجمون ابلد حكايه بليد به، يا اما انت ديجا وقتها تكون يا اما انت ديجا وقتها تكون مقيد في معناتها ماخو اكسبتاسيون مثلا من الكروس ولا حاجه هك، والا هذا باش نحكي لكم حكايه لي برجمون اللي هي ابلت حاجه راهو في البروسيدور هذوما، صدقوني حكايه الفلوس والكونت بلوكي اسهل من لي برجمون بالنسبه اللي تعرضت له انا. لي برجمون خاطر الفرنسيس راه ما يكري لك، شعبش نبداو واضحين، راه باش تجيه انت في تونس وتقول له بلي نحب نكري راني كذا وكذا، راهو تهنى ما يكري لكش. ده في الحالة هذه شنو؟ يا إما مثلا نقولوا نحن كيف نكون في ديجون، يا إما يبدأ عندك تكون في ديجون، يا يكون ما ما يهمهمش فيك، عندك شكون لنا في ديجون، جوست ما فيها حد شيء، جوست ورقة يكتبها لك بالبيسي اللي هو باش معناتها اللي تسكن معناتها باش يسكنك عنده. جوستيفيكاتيف لي 3 بروميي موا، هما حاجتهم جوستيفيكاتيف لي 3 بروميي موا اللي انت عندك باش تسكن، يعمل لك الورقه هذيك ويعطيك معاها يا اما كارت سيجور نتاعو والا الكارت ديدونتيتي نتاعو كان عنده ناسيوناليتي، ويعطيك معاها ورقه نتاع لو دي اف بار اكزومبل، لو دي اف كيما نقولوا احنا ستاج عندنا في تونس نتاع الالكتريسيتي. باه هذه اضمن حاجه الحقيقه، راهي هذه اضمن حاجه باش نبداو واضحين مضمونه على الاخر وجوك به. عندك الحاجة الثانية كونك انت تريزيرفي تابع مثلا اون ريزيدونس كيما عملت انا الحق، مثلا ريزيدونس
تريزيرفي تابع ريزيدونس ولا تاد دار واحد يكريلك ولا حاجة. ولهنا كيفاش به ولهنا كيفاش شنو اللي لازمك تعمل باش تريزيرفي الدار هذيك؟ باش يبدا في علمكم باش يكري لك راه واحد فرنساوي حطوه قاعده لهنا للي ما يعرفوش، للي مو باش تعرفوا روحكم على شنو قادمين. باش يكري لك واحد دار في فرنسا ولا بيت ولا اللي هو، يلزمك جارون. شنو هي حكايه الجارون هذا؟ باهي يا حبيبي فيا هكا هكا تسمعوا فيا خير. باه خلنا نعاود نقول لكم، نعاود لكم كان ما كنتوش تسمعوا فيا، خلنا نعاود نفسر لكم. باه بالنسبه لي برجمون، بالنسبه لي انا نعاود نقول لكم، قبلت حاجه في لي بروسيدور باش طلعت لهنا، قبلت حاجه تعديت بها هي لي برجمون بالحق بليده وركيكه حشيكم على الاخر راهي بليده. حكيت لي برجمون في فرنسا الفرنسيس ما يكريوش بولادي يا خويا، ما يكري لك شمال جاي من ليترونجي من بعيد صعيب باش يكري لك. شنو يطلب عليك مثلا؟ انت قلت لكم الحل الاولاني يبدا عندك شكون مثلا كيف انا في ديجون لهنا، يبدا عندك شكون، عندك شكون يعمل لك ورقه. الورقه هذيك كيما قلت لكم معناتها ورقه معناتها تاع هيبرجمون جوست بالبيسي يكتبها ويعطيكم الكارت سيجور ولا الكارت ديدونتيتي نتاعو ومعاها لو دي اف نتاعو اللي هي كيما الستاج عندنا تاع الالكتريسيتي. وال يلزمك تكري عند شكون هالسيد هذا ما يكري لك. ركزوا معاه، راهو ما يكري لك الا ما يكون عندك جارون. اش معناتها الجارون؟ الجارون يعني واحد يضمن فيك باش لو كان انت ما خلصتش، باش لو كان انت معناتها ما خلصتش هو يولي يخلص في بلاستك. فاهميني ولا؟ يعني لو كان انت ما خلصتش الجارون هذا كيما قلنا احنا ضامن، باش لو كان انت ما خلصتش يولي هو يخلص في بلاستك ومش كل شيء هذيك اهو. باه انت لهنا كي باش السيد هذا باش يكري لك يلزمه يعمل ليتا دو ليو. اش معناتها ليتا دو ليو؟ ليتا دو ليو موجوده في فرنسا الكل هذه كيما كي كريت انا لهنا بالضبط. شنو عمل؟ يجي يدخل معاك للدار خويا يقولك ولا اختي ولا اللي هو، هاني عطيتك بالحاجه بالحاجه، الشباك هاو هك، البيت البانو هاي هك، درا شنو الخزانه هاي هك هاي هك، راهو نحب من بعد كي تخرج من الدار ترجعي لي كيما مديتها لك. من كانشي باش ترسي لك خويا تخلص من جيبك. فاهميني ولا؟ الجارون اون جينيرال مش كان انت ما عملت عمله وما خلصتش يخلصها هو. سيستمهم هذا راه قانونهم هكا، والبلاد فين صعيب باش تلقى شكون باش يعمل لك جارون، راهي صعيبه الحكايه. اللي عنده شكون مثلا خالته وعمه وضعيته ليغال في فرنسا وكذا، ولا عنده واحد يعرف من بعيد، مش مشكل الحكايه. باه الحل الثالث واللي انا خليته بالذمه هو الثالث، كونك تعمل في تعمل ريزرفاسيون دوتيل. باه نعرف شكون، نعرف برشا تقبلوا بالريزرفاسيون دوتيل ونعرف برشا ما تقبلوش على حكايه الريزرفاسيون دوتيل، رفضوهم في الفيزا على الريزرفاسيون دوتيل. باه شنو يعملوا الحكايه؟ يمشي لاجونس يعمل يريزيرفي على اساس هو باش كيما نقولوا 3 شهور، ما هو حاجته معناتها جستيفيكاتيف اللي انت في 3 شهور الاولانيين عندك وين باش تسكن. يمشي هو يعمل ريزرفاسيون دوتيل يريزيرفي، بعد ياخذ الفيزا من هنا ينيوليها الريزرفاسيون وكا فاقوا بها الفرنسيس، فاقوا بالحكايه هذه. شو ولاو يعملوا في الوتلة ديغنيغمون؟ عندي صاحبي او معانا تو في اللايف، عندي واحد صاحبي عمل ريزيرفاسيون دوتيل وكي كلمتهم انا من هنا قالت لي اون فانيو لي لا ريزيرفاسيون، خاطرهم فيقوا ما عادش تساعدهم الحكاية. انت تعمل ريزيرفاسيون بكارت شو اسمه ماهيش فاليدي ولا كيفاش فسرتها لي هي، ما تساعدهمش اصلا. انت تريزيرفي 3 شهور من بعد جيت تطلع تعمل انيولي ما تساعدش. فهمتني؟ فيقوا بها دونك بليدة الحكاية. فما شكون راملي تقبلوا زادا بالريزرفاسيون دوتيل، اما تو اون جينيرال ولاو مصعبينها على الاخر، ما عادش يحبوا يعطيو بالريزرفاسيون دوتيل. باه دونك هو احسن حل يعملك شكون يبرجمون، راه احسن حل. والا بيان سور كان تريزيرفي في دار ولا تشوف بيت ولا شومبر ولا ستوديو زادا
طلقة شكون يعمل لك جارون وتقدها الحكاية هذي، جو كمريقة على الاخر زيت. ولا الكروس بيان سور اللي قدم في الكروس، الكروس شنية كيما نقولوا السكن الجامعي في تونس. الكروس ماني قلت لكم ديجا كنت فيها اليوم، مشيت لهنا في بتاع ديجون شفتهم معناتها كيفاش. دخلت لهم تلقى شامبر صغيرة، شامبر صغيرة الحقيقة بتاع 19 متر كاري معناتها ما تفوتش أكثر، صغيرة حتى أقل 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 برشا نجم نقول لكم 19 تلقى. أنتو كيفاش السوم مرفق تلقى الحقيقة السوم مرفق، أما شنو كلي جونر تلقى تواليت كومان ودوش كومان وش اسمه وكويزين كومان وجو هذاك كوميون سامحوني نقول كيش يقولوها به. بعد اذا كان قبلتك الوحده تاع الكروس تهز لاتستاسيون تاع الكروس وجاوبك به به. خويا عزيز قال لي عاود فسر لنا كيفاش نعمل كي يبدا عندي شكون به. عندك شكون في ليبرجمون اش معناتها؟ عندك شكون مثلا انت نقولوا تقبلت كيفي انا هكا في ديجون وفاليديت الشوا بتاعك في ديجون به. انت السيد هذا شنو باش يعملك؟ هو باش يعطيك ورقه، يكتب ورقه بالبيسي على اساس هو باش يسكنك، تفهم فيا ولا؟ على اساس السيد هذا باش يسكنك عنده، سهله برشا بالبيسي يكتبها يزيد معاها يزيد معاها يزيد معاها يا الكارت سيجور نتاعو والكارت ديدونتيتي كان عنده الناسيوناليتي لهنا، وزيد معاها ورقه لو دي اف. لو دي اف اللي هي يعني قلت لك كيما ستيك في تونس ورقه الضوء، فهمتوني؟ هذه هي به. خلينا نكمل لكم هذه هي فيما يخص ليبرجمون، واضح نتصور الحكاية في تحضير الفيزا. ننصحكم ابعدوا على حكاية لوتيل، حاول كيفاش باش تبعد عليها لو ماكسيموم، حاول تتصرف تجري تدبك باش تبعد على حكاية لوتيل، خاطر راهي تحاول من المستحسن باش تدبر ليبرجمون في البلاصة اللي تحت فيها. علاش نقول لكم انا من قبيل نعاود ونرجع نقول لكم في الاختيار نتاع لي زونيفرسيتي عارفوا شنو تختار، ما تمشيش تحط بلاصه ما عندك فيها حد، شوف بلايص اللي تعرف فيهم عندك شكون، فهمتوني؟ سبعه بلايص ما يسالش بلايص زوز بلايص ثلاثه اللي ما عندك فيهم حد نورمال، اما الاربعه ولا خمسه ديما اللي عندك فيهم فيهم شكون عندك يبدا فيهم شكون باش تبدا ضامن. بعد حكايه لي برجمون ما كانش راك توحي به. حكايه الفلوس طب حكيت قلنا اصعب زوز حاجات في الفيزا اللي هما ليبرجمون والفلوس. الفلوس به اذا كان به غنقول لكم هو يلزمك قانونيا، يلزمك عندك في الكونت تعمل كونت بلوكي فيه اقل حاجه 7300 اورو. بفلوس تونس ما نعرفش يطيحوا 24 مليون دول الدينار خاطر طلع شوي ما عندي حتى فكره به به. حلمي فخفيخ قال لي انا اللي نعرف فيهم شكون باغي اللي هي امبو غالي. انا ننصحك ابعد على باغي خويا وراي سيليكتيف على الاخر. باغي راهم سي ما نقولكش باش تسكري في وجهك، ما صعيب باش تقبل فيها راني نقولك بليده خاطر باغي بليده عم نقولك وغاليه غاليه راي غاليه برشا نحكي لك غاليه ياسر باغي دوك ابعد. وكل غلاء وفهمتني والخيوبية ومعبية وكذا به. مروان بوغدير لحظة خلينا في ليبرجمون مثالش يا مروان اسألني وانا نقول لك خويا شنو تحب بالضبط في ليبرجمون. وي غراند فيل بالضبط بالضبط يا حل غراند فيل وغالية راهي غالية ابعدوا ابعدوا على لي غراند فيل ابعدوا يا خويا. حاول تبعد تحب تعيش عيشة باهية عيشة بتاع اتيديون تنجم تصرف وكذا ديجون لهنا 500 اورو يكفيوك صافا. تعمل في الكروس 500 اورو 450 ما نقولكش حتى 500 صافا دي سور تبدا عامل في الكروس راه نحكي لك صافا. ماكله صدقوني تمشي تهبط لهنا فما سوق انا بحدايا تحت الدار سوق اللي غزيه هذي نتاع عرب كله سوق تاع عرب تشري قضية شهر كامل كنزل وتهبط رخيص باغي يا خويا موضوع اخر باه. منسالش يا مروان نسألني على حكاية ليبرجمون ونجاوب خويا باه. نرجع لكم لحكاية الفلوس، يلزمك أقل حاجة 7300 أورو، أقل حاجة أقل حاجة 7300 أورو في الكونت. أنت ديما حاول تصب أكثر بشوي
دي ما حاول تصب اكثر بشوي. به مروان بوغدير به كري لي تخوا موا نخلصهم قبل. لا مش بالضرور اللي نعرفه انا، مش بالضرور انا هاني طلعت لهنا وما ما خلصتوش لتو، صدقوني لتو مازلت ما خلصته. غدوة باش نهبط نصب له نعمل له فيغمون في الكونت بونكير نتاعو، مازلت هاني ساكن من لوساز لهنا، مازلت مش بالضرورة. جيست تتفاهم معاه، تلقى شكون يعمل لك جارون وتتفاهم معاه، يعطيك ورقة اللي انت ريزيرفيت عنده، هذيك اهم حاجة. ما يصيرش كان باش تزيد تحب انت تحب الدوسي نتاعك يبدا سور اكثر، تتفاهم معاه تخلصه في الشهر الاول، خاطر باش تخلصه انت وانت مازلت ما خديتش فيزا، الله لا يقدر تجيك ريفيو ومن بعد معناتها. باه دونك خلينا نرجع لكم على حكاية الفلوس. يلزمك قلت لكم أقل حاجة 7300 أورو، أقل حاجة في الكونت 7300 أورو. باه أنت لهنا تنجم إذا كان عندك شكون في فرنسا، عندك شكون يقرب لك مثلا، ما نقولكش يقرب لك تعرف وكاو، مش لازم يقرب لك، شي مهم فيكو تعرف السيد هذا ومعارفه وكذا، تبدا ستاتيو نتاعو لهنا باه يخدم بختيبته باوراقه، مش حارق ومش درشنية والستاتيو نتاعو ماهيش واضح، يخلص فيها امبوات وخديمة باهية كذا، يعمل لك بريزون شارج فينونسيير، يعمل لك بريزون شارج فينونسيير. باه هل بريزون شارج فينونسيير يعملها لك، تولي انت جست ورقة يعملها لك ومعاها باسبور وجستيفيكاتيف تاع لافي دابوزيسيون نتاعو وكاو، شكلية الحكاية يا أخي، هو باش يقعد يخلص عليك محسوب، هو مش باش يخلص عليك شكلية وكاو، معناتها تولي الكونت بلوكي، تخلص من 7300 تور اللي قلت لكم أقل حاجة، تولي تخلص الشطر، تعطي الشطر بتاع الكونت بلوكي، تعمل كونت بلوكي فيه الشطر بتاع 7300 اللي هما قداش 3650. باه أقل حاجة راهو هذا. باه على فكرة باش نبداو واضحين، الكونت بلوكي يكون فيكم برشا مش فاهمين على الحكاية، مش في بالهم الكونت بلوكي باش تاخذوا فرنسا، باش تقعد معناتها باش تمدوا لفرنسا، انت لا راه ماكش باش تمدوا لفرنسا، راهو الكونت بلوكي هو فلوس نتاعك انت، تاش معناتها فلوس نتاعك انت معناتها ليك انت، هذوك باش تثبت اللي انت في فرنسا عندك منين باش تصرف، مش تمشي تمد لهم يدك تقول لهم اعطيوني، لا عندك منين تصرف، راه هذوك فلوس باش يعطيهم لك نتاعك انت مش باش ياخذوهم، فلوس تثبت اللي انت راك عندك منين تصرف، لا اكثر لا اقل، فهمتوني ولا؟ كي عندك شكون قلت لكم تطيح 3650 بيان سور انت باش تصب ازيد شوي تحاول. باه بظهرك انت نمشي معاك ما ابعد، بظهرك انت خويا الفاك اللي تقبلت فيها جات مثلا كيما قلنا احنا في ديجون، وعندك خالك ولا عمك ولا ما نعرفش شكون انا في ديجون عنده دار كبيره فيها بيت زايده، ويعمل لك هو وقتها يولي يعمل لك بريزون شارج توتال. شنو هو البريزون شارج توتال هذا؟ يعني بريزون شارج تاع الفلوس اللي هو باش تكفل بمصروفك، وميم طون هاك ساكن عنده وقتها ما تخلص شيء، ما تعملش حتى كونت بلوكي، تطلع على روحك غير كونت بلوكي. اما راهي صعيبه الحكي، خاطر باش يثبتوا، باش يثبتوا في البيت اللي عنده هذا، راهو ما عنديش فكره كبيره عليه، مي اللي نعرف باش يثبتوا وباش يشوفوا وباش كذا. مي اذا كيك انت عندك مثلا شكون وعنده بيت زايده ونجم يعمل لك بريزون شارج فينونسيير لاباس عليه السيد بالكدا، فماش علاش باش تقول لا، انت ما فماش علاش باش يقولوا له لا، باش يثبتوا يلقاو الامور مريقله، تعمل حتى كونت بلوكي وجاوبك به، فهمتوني ولا؟ باه انت توا لهنا حضرت كل شيء، تمشي تقدم تاخذ رونديفو في تيليس كونتاكت وتقدم على روحك وتصب فيزتك خويا، تصب دوسي فيزا، تستنى الجمعه جمعتين اللي هما تاخذ ريبونس نتاعك، ان شاء الله ربي يسهل لكم الناس الكل بالضبط. هذو هما لي بروسيدور. باه شويه نصايح، تبعوني شوية نصايح للعبيد، نحبكم تركزوا معنا. به من ناحية اللي يبدأ باش يحكي لي يخمم الأول، مسكر على روحه وكونت بلوكي وقديش نشوف برشا، يعني وقديش يلزمها فلوس وقديش يلزمها فلوس وكذا،
انا نقول لك من طاو خويا راك ما عندك وين باش توصل، وديجا قلتها في اللايف الاخر، راك ما عندك وين باش توصل بالحكايه هذه. باش نبداو واضحين، راهي فرنسا ماهيش المانيا نتاع باش تمشي لاجونس باش تعطيهم باش يخرجوك، لا يا بابا، فرنسا ايتاب بار ايتاب. طب تخرج لفرنسا يلزمك تبدا شويه بشويه، عرفت تتبع في السارق باب الدار هكاكا سيستم تاع فرنسا. مش طول تنقص خويا تحب تحكي لي على الكونت بلوكي، لين تعدي 9000، لين تجيب بي دو نتاعك، لين تعدي اونترتيان، لين تتقبل في فاك، بعد ما تتقبل ويصحولك بالطومبون تاع الكومبوس نتاع الكونسولا سامحوني، وقتها تو نبداو نحكيو على الفلوس خويا، وقتها تو يحلها ربي تو نحكيو على الفلوس. مي من الاول باش تبدا تحكي لي على الفلوس راك انت ما اعرف، راك سامحني خويا زايد الحكايه من غير ما تحكي لي على الفلوس. كي تجيب تصحاح تجيب لاكور بريالابل اللي انت تقبلتي فاك في فرنسا ومصحح من الكومبيوس، وقتها تو نحكيو على حكايه الفلوس، وقتها نحكيو، فما نحكي وقتها نتفاهم. ما تديش تخمم من الاول في الفلوس، تقولش انا توا هاي خاطر انت باش تحط حيط، راك باش تحكي هكاك باش تحط حيط لروحك. الكلنا هكاك محسوب عنا نحن الفلوس تراشنية تراشنية، كلها تصرف تراي باش نبداو واضحين. مي تبع ايتاب بار ايتاب، حضر باسبورك، حضر الاوراق اللي قلت لك عليهم، عدي التسيف البريود هذيك اللي قاعد تحضر فيها، ما تسيرش اقرا شويه للتسيف، حضر له عدي التسيف، شوف اختار لي فاكولتي، استنى الريبونس تاخذ الريبونس وتهز الكمبيوتر ريليفي نوت ولا انت اش قاعد تعمل عام العام هذاك، يصحولك التصحاح نتاع الكونسولا، وقتها تبدا نحكي على الفلوس. بعدها شوف حكايه ليبرجمون والفلوس وصب فيستك على روحك. باه باش نقول لكم حاجه هاو من طو زاد نصيحه من عندي ليكم، اللي ناوي باش يطلع العام الجاي ساعه، بالنسبه للجماعه اللي يقولوا نجم نطلع توا معناتها في نقرا في ليتاتيك كيما نقولوا جونر مانيشني عارف انا جونفيي ولا نكون هنا، لا يا بابا انا مش نقول لك من طب هذيك ستاج ولا ما عنديش فكره عليهم، ممكن زاد ما باش تحكي لي باش تطلع تقرا في الليتاتيك، راهو يلزمك تبدا من طو، تبدا لي بروسيدور من طو، تتوكل على ربي في لي بروسيدور من طو. العبد لله راني طو في فرنسا بديت لي بروسيدور عم ناول في الوقت هذا، خرجت لو 13 اوت، طلعت لفرنسا لو 13 اوت اللي تعدى هذا، دونك تبدا البروسيدور من تو وتتبع ايتاب بار ايتاب، ويلزمها وسع البال الحكايه هذه، يلزمها وسع البال، يلزمك توسع بالك بالحق، يلزمك توسع بالك. تبديش خويا تسمع كلمه منهم وذاك قال لي وذاك قال لي، كان تشوف وانا بيتي اش قالوا لي، شبعوني قواله تسمع منه وذاك يقول لك منه والاخر يحكي لك، ما تسمع شيء، تبع ايتاب بار ايتاب، ايتاب بار ايتاب. ابدا حضر باسبورك، ابدا حضر اوراق، هز ترجم، حل الكونت كومبيوس، حط فيه الاوراق اللازمة، اعمل الفورمولير نتاعهم، قد امورك. من بعد كي تاخو ماني قلتلك تاخو الاكسبتاسيون، وقتها نحكي به ريان الجواتي، النجم نخدم او ميم طون نقرا، كان تقصد كان تحكي على في فرنسا بيان سور عندك الحق تخدم خويا في الفيزا، انا في الفيزا في الواحد مكتوبه من لوت اوتوريزي اوتوريز ترافاي، هك عندك الحق خويا باش تخدم و ميم طون تقرا، اما مش تخدم الوقت الكل، عندك الحق خويا ماكس 20 ساعه في الجمعه، ما تفوتش 20 ساعه في الجمعه. بيان سور تنجم، هو تنجم تفوتها كما يقولوا لنا في البلاك في النوار، تخدم في النوار وتتفاهم انت والعارف يعطيهم لك اسباس، مع ما يدكلاريش عليك معناتها فهمتوني، بون هذا موضوع اخر، ما راك عندك الحق في 20 ساعه في الجمعه. انت هاو فاش تساعدك الحكايه يلي تحب تخرج تقرا في فرنسا، هاو فاش تساعدك الحكايه كونك انت تختار فيل كيما مثلا ديجون ولا كلي فيل الصغار، هاو فاش تساعدك، تساعدك انت الساعه الكرايه يبدا رخيص، كي تلقى خديمه تولي من الخدمه هذيك تخلص فكرك وتخلص في معيشتك من الاخر، كان باش تختار باري راهي صعيبة عليك، انا يعني نتو نقولك
الا اللي عنده، اللي عنده الفلوس يا خويا هذاك ربي ان شاء الله يعاونه كذا. علاش ليه معناتها فدوني؟ مي راهو هاني نقول لكم، باش انت تقول قاعد في الدار وباش تبدا تحكي لغتك تيلي وتي فرنسا وتيلي تي كيفاش يلزمها كونت بلوكي برشا نعرفهم يحكيو المنطقه تيلي فلوس وتيلي تي اقعد خويا شد داركم واقعد، باش تقعد راك 6000 سنه وانت تخمم هكا، باش تقعد قاعد في تونس وانت بارك ومخك فيه كان فلوس تو يلزمها فلوس. ابدا احرك انت، ابدا احرك تو ربي حل. انا هكاك راه صدقوني هكاك عملت، ومن بعد الحمد لله يا ربي بشويه بشويه ايتاب بار ايتاب ايتاب بار ايتاب. باهي يا خويا ما تغشش علينا برك يا امي، عطا نقرا لك الميساج تاعك. باهي باهي يا امي، اجاني بريفي تو نجاوبك ميساج. باهي بشوي فما كومنتاريات خلنا نقرا. بربي خويا انا نحب نعمل ماستير لبرا، هذه هي مروه، نجم تقول لي نفس الاجراءات نعملهم؟ نفس الاجراءات بالضبط اللي كنت نحكي عليهم، هذوما هما اللي تعملهم، راهم لي بروسيدور هذوما هما اللي باش تعملهم اللي كنت انا نحكي لك عليهم طو، هذوما اللي باش تعمل بالضبط. ميسالش باش نسجل اللايف وعاود ارجع شوف شوف شنو هو بالضبط، ونفسهم نفسهم هذوكم هما اللي باش تعاود تعملهم نفس لي بروسيدور ايتاب بار ايتاب كيما فسرت لك. به توا كي تبدا عائلتي الكل في بقايا، توا كي تبدا عائلتي الكل في باريس زائد لي بيرجمون معناها باهي. ايه كي تبدا عائلتك كلها في باريس يشوفولك شكون في البلاصه اللي باش تطيح فيها وكا، وكانك انت بيان سور حطيت في باريس وعندك شكون باش يسكنك في باريس فبيا ونعم، وعندك الفلوس اللي تنجم تعيش بيهم برا مشي لباري ما مش مشكل، مع تحط في باري اما راهي سيليكتيف ما ننصحش بها خاطر راهي صعيب القبول فيها في لي فاكولتي اللي في باري. به ان توكا تشوف شكون يعمل لك ايبرجمون وكاهو في البلاصه اللي انت فيها. على فكره ما يلزموش يكون ليبرجمون السيد وين يسكن والفاك اللي تقبلت فيها جرام ماكس حسب ما نعرفه 30 كيلومتر، ما يلزمش تفوت 30 كيلومتر هذا اللي نعرفه. الكونت بلوكي نجم كيف به بوغديري مرة، الكونت بلوكي نجم كيف نخلط الغادي نجبدهم الفلوس الكل باغ اكزومبل نكون متسلف شطرهم بالضبط يا مروان. السؤال هذا طيارة ياسر، السؤال هذا طيارة ياسر، انا بدي عملت كيك. ما هو انت يا مروان خويا لهنا شنو اللي باش تعمل انت وشطارتك خويا؟ باش نبدا واضح معاك، فما عبيد خويا ما تعنيلوش فلوس ماما وبابا، انا نعرف شكون ما تعنيلوش خويا جاي لهنا يصرف من ماما وبابا يبعثولي وانا جاي نقرا، فما عبيد جاي بذرايعو جاي بالرسمي باش يخدم على روحو يقرا لا ماما لا بابا ومتسلف الفلوس ديجا من تونس ربي يعلم بيه. انت لانك كي باش تبدا تخدم سي مروان، كي باش تبدا خويا تدبر خديمه تبدا في فيل صغيره كيما ديجون كيما ما نعرفش انا شنو تخدم تعمل لك 600 700 في الشهر باش تخلص بها كريك وتخلص بها ماكلتك وتعيش على روحك خويا، والفلوس نتاع الكونت بلوكي في اخر العام ترجعهم لما ليهم وفاتشي الحكايه تولي طلعت بلاش فلوس. فهمت على الحكايه ولا؟ باه يا حلمي فخفاخ نفس السؤال بريس كيما انت ومروان، الفلوس راهم كل شهر يتصبولك، كل شهر يتصبولك، كل شهر يتصب لك حاجه في حسب ما نعرف كل شهر 600 اورو يتصبولك. انت كي تبدا ديجا تخدم 600 تخبيهم على جنب هذوكم تاع الناس كان كنت متسلفهم كيما قال لي خويا مروان تخبيهم على جنب
فهمتيش نقصت هذوكم يمشيوا على جنب باش ترجعهم في اخر العام لما ليهم وقت دبرت خديمة على روحك وتخدم، فهمتوني؟ بون مش سهلة الحقيقة الخدمة، أما يلزمك تحرك. بوغ ليسونس أنا نجحت باك سنة وديت تعدي الداب، جبت بي ان. ليسونس ليسونس بالبي ان ما نعرفش ال ان تصور يقبلوا، يقبلوا مع ليتر اكسبليكاتيف باهي اللي انت كيما نقولوا ما نعرفش جونر مثلا راك ما نعرفش انا انت قاعد تقرا في الفرنسي وتحسن في روحك يقبلك ينجم، فهمت؟ يعني من المستحسن تجيب بي دو، اقل حاجه من المستحسن بي دو. باه كيفاه البريز اون شارج فينونسيير؟ باه البريز اون شارج فينونسيير يعملها لك شكون؟ يبدا تعرفك تعرفه مش بالضروره من العائله، من في فرنسا عايش في اي بلاصه في فرنسا يعمل لك البريز اون شارج. شنو هو البريز اون شارج؟ يلزم يكون لهنا ستاتيو نتاعو يخدم، يكون لنا في فرنسا باوراقه يخدم سالارو محترم وكاو يخلص في اللامبوات هذوما هم، يطلب عليك كارت سيجور نتاعو ورقه تعمرها نتاع اللي هو باش يعمل لك بريزون شارج فينونسيير معناتها ولا في دامبوزيسيون نتاعو في بالي هذوما هما كاو وين يسكن كاو هذا يش يطلبوا عليك في بالي هك. بالله عندي اسئله كانت نجم به ديجا قلت لك يا امين جيني بريفي ميساج تحب تجيني جيني بريفي نجم نخدم ومام طون تقرا كيما فسرت لك يا ريان نجم تخدم ومام طون تقرا مي ما تفوتش 20 ساعه. والسميك كان صدقني ربي في النفورو، السميك بتاع لي زيتيديون كان صدقني ربي في النفورو. وقتاش طاب الكالندري تاع تي سي اف تي بي كنت تعرف فما شكون قول كان في نوفمبر طابت؟ والله ما عندي حتى فكره يا بيا، تدخل للسيت، تدخل للسيت يا بيا نتاع الانستيتو فرونسي وتشوف انت في البلاصه اللي فيها وتشوف تثبت. يلزمك تاخو بري تاخو رونديفو اون ليني راه قبل، وننصحكم نصيحه رونديفو كي باش تاخذو اون ليني تزرب روحك. مثلا هي تحل يقول لك ديبي 8:30، انت من 8 نتاع الصباح من 8 ودرجين وربع تبدا قدام البيسي. علاش؟ خاطر ديجا فما جماعه اللي باش يقدموا نتاع كندا وبتاع ترشنيه برشا برشا يبداو يحبوا يعديو، دونك باش تاخو تك تك الرونديفو، فهمتوني؟ خاطر راهم في سايوفي برشا ديجا صارت المشكله دي به. ماستر بربي فسرنا كيفاه نعم بالضبط يا مروه، تعمل كيما كنت نحكي لك ايتاب بار ايتاب اللي فسرتهم لك هذوك هما اللي تعملوا. بالنسبه للماستر كيف كيف قداش الكري في ديجون؟ باهي السؤال. والله يا خويا منتصر الكري في ديجون يتراوح من 250 ل 450. بيان سور فما حاجه ما قلت لكمش عليها، نسيت ما قلت لكمش عليها. بيان سور وانت لنا في فرنسا عندك الحق في لابيل. شنو هي لابيل؟ هي تقدمها على الكاف. لابيل هذه كيما بالضبط بالعربي استرجاع مصاريف. الدوله مثلا انت كاري ب 450 الدوله ترجع لك جونر نتاعك 160 170 و مادامك طالب انت لهنا في فرنسا الدولة ترجع لك إعانة ذي بتاع السكن تعمل فيها دوموند. به به خلود سعيد سعيد به أكثر بلاصة يقبلوا فيهم فاسيلمون لي فاك ماهمش سيليكتيف معناه ما فماش اكثر بلاصه يا خلود راه ما فماش اكثر بلاصه. مي ايجا نقول لك راهو حاول حاول لو ماكس نتاعك باش تبعد على لي غران فيل، حاول باش تبعد ماكسيموم على لي غران فيل. لي غران فيل مون جينيرال صعيب القبول صعيب على الاخر، حاول تبعد تجنبهم من الاخر. لي غران فيل خاطر يتبولدو سيليكتيف ومن ومن ابعدك اختار البلايس البعاد معناتها لي فيل مش معروفين اصلا ترتاح فيهم من الاخر تلقى راحتك وقرايه خير ورخاص الكراء وكذا، فهمتني؟ لا
هكا جونر دي جون ما نعرفش انا، ما منشني عارف انا نونسي جو ذو، ما فهمتني ما تمشيش زاد انت، ما نعرفش انا تحط في نيس ولا منشني ولا في المونبيليي ولا في ليون، غاليين راه مشي تكلفولك. كي يبدا باسبور فيه بروفيسيون موظف، نجم نقدم بيه دوسيه ولا نبدل به يا نافع غريبي به خوي موظف. انت شنو بالضبط تحب تطلع تقرا في فرنسا؟ راك نجم ما يقلقهمش مون فيكم ماشي، باش نقرا على روحي كاك باش تطلع توريستيك موضوع اخر، هذيك موضوع اخر الحقيقه ما عنديش فكره كبيره عليها، ما يتنجم مادام موظف وجوك باهي يعطيوك توريستيك في بالي يعطيوك. اما اللي انا نحكي عليه راهو بالنسبه لجماعه لون سيجور اللي باش ياخذوا ان شاء الله فيزا لون سيجور باش يطلع يقرا في فرنسا. به سيف عايشك الفلوس في الكونت بلوكي مش نور مش نورمالمون كو بوغ 48 ساعة كاو ولا لخر العام لازم يبقى في الكونت. لا يا بابا خويا لا يا بابا، الكونسولا بتاع فرنسا في تونس 48 ساعة ايه يا خويا فاش تحكي يا بابا يا أمل قاسمي. لا 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 سامحني قلت لك خويا، أما لا يا أمل قاسمي لا 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 يلزم تبلوكيهم في البنك. كيفاش باش تبلوكيهم باش تجبدهم في 48 ساعة؟ تبلوكيهم ويثبتوا اللي انتي عندك الفلوس هذوك، ولهنا هما يبداو يعطيوك كل شهر يعطيوك وانت تخبيهم في سيور مثلا تدبر خدمه ولا نعرفش عليك، ولا كان عندك تحب تصرفهم مصرفهم كيما حالتي انا متسلفهم تخبيهم ولازمك تشوف خدمه لهنا باش تخلص امورك وكاو. اما باش تقول لي هذه 48 ساعه يا حسره، هذيك في عهد بابا كانوا يعديو فيها عليهم ما توا فيق. لا لا حتى في التاليس كي مشيت نصب تاخذوا الورقه الاوريجينال بتاع الكونت بلوكي ما يلعبوش. ايه عبيت ميرسي بربي كي باش نبدا لا بروسيدور في اول تروزيام ليسونس ريفي دو نوت تاع تروزيام نجمش نهزو بيسك مازال ما كملش العام وقتاش وقت عادي. باهي باهي برشا ايه عبادي باهي السؤال نتاعك طيار باهي. انتي نقولو نحنا تقبلت في فاك مثلا، تقبلت في ديجون مثلا و سي بون فاليديت تاع ديجون، باش تقعد تستنى لين تاخد الريلوفي دو نوت نتاعك نتاع الفاك باش تهزو منهم يستحقوا راهم خاطر الريلوفي دو نوت. كي تعطيهم الريلوفي دو نوت وقتها يعطي يصححوا لك الصحاحة بتاع الكونسولات طومبون. فهمتوني فهمتني محمد امين بالله انا كملت ليسونس 2017 2018 ما عملت شيء والسنه 2019 رجعت اون ام ان، شنو نعمل في العام ضيع 2018؟ دبر اتستاسيون راني من طول نقول لك اللي انت قريت ولا اللي انت قريت في حاجه فرونسي دبر تصرف، حتى من سونتر دو فورماسيون بتاع ما نعرفش تصرف دبر حاجه. المهم اللي انت العام هذاك ما بقيتش تعمل ما بقيتش قاعد في الدار وكا به امي هبطت الكالندري عندها مده كنت تحب نبعث لك الكالندري بتاع التسييف. انا ما تبعثهاليش ابعثها للجماعه ما تعبطها في الجروب وكا به صحيح حكيت كيبدا عندك شكون عايش في اي بلاصه في الاوروب ينجم يعمل لك بريزون شارج فينانسيير مش لازم فرنسا بالضبط على حد باهي سؤالك، اما على حد علمي يا بيا لا يلزم يكون في فرنسا على حد علمي يلزم يكون في فرنسا على حد علمي لا مش في اي بلاصه من اوروبا يلزم يكون في فرنسا. ستراسبورغ غراند فيل اي في بالي اي من لي غراند فيل من لي غراند فيل بلوتو. اما خير نقدم دكتوراه و ام 2 ديما حاول ننصحك نصيحه يا ايناس ديما حاول باش ترجع بالتوالي. اش معناتها؟ معناتها انت كيما نقولوا ام 2 عاودوا العام هذاك خير ما تسالش تربح عام تربح بيه شهاده بتاع ماستر كمان فهمتي شنو نقصد؟ ديما معناتها
ارجع بالتوالي عامل تاني، فهمتي شنو نقصد؟ ديما خيرك هيك تخرج رابحة. ديزولي سامحوني يا جماعة، شنو صار؟ درا شنو اللي صار؟ به مالغري دوسيي كومبلي فيزا روفيزي، تريست بور مون فيس، بيزار. الله غالب، الله غالب. فما برشا عباد هكاك ويتبولدو، يتبولدو راهم يتبولدو، يتبولدو كاو، يتبولدو من الاخر، يتبولدو يتبولدو. باش نبدا واضحين، راهم عندهم الحق زاد يتبولدو. نقول لك علاش، مش ولدك يقرا ماشي وكذا، وربي يوفقه ان شاء الله، ربي ييسر له، كان باش يعاود ان شاء الله، ربي يفتح له ثنيه والكل. ما باش نقول لك علاش يتبولدو. شفتوا مثلا الحومه اللي ساكن فيها انا هذه اللي غريزي في ديجون، صدقوني مش مبالغ، الاربعه متاع الصباح متنطر من الشباك نسمع طراف طاف كرتوش، عرب مافيا يتعاركوا على الدروك لهنا. معناتها من الاخر رامنا اتنين، ها راه مش نبداو واضحين. وليه وتشوف العجايب، راه وراه باش نقول لكم، راه تشوف العجايب، راه لهنا تشوف العجايب. تي من مطار تونس كارتاج مش حقره في الرجال، لا عاشتي نخزر العباد كلوشارات، راه كلوشارات نحكي نعرفهم كلوشارات بالباسبور روج نتاعو، ما تفهم شيء. وعباد تلقاه ماشي تيديون ديف يصعبوها له ويسكروها له. به ايه عبادي، فهمتك، عايشك برشا. ما عندي حتى مزية انا، ديما كيك اللي نجم نقدر نعاون ونعاون. به سيف، شكرا صديقي بنوي، يعيش خويا يا مروان، سيدي ربي يبارك لك، ناس يعطيك الصحة من غير مزية. معناها به حلمي فخر، معناها انا تو ال 3 اون كور صب بور لاني بروشين ال 3، نعاود خير من اللي صب ام 1. ننصحك عاود، ننصحك عاود. وفي لونتروتيان كي تجي تحكي معاه قلها كلغة كجور، ما كيما نقولوا نحنا باش بزيد، مش باش بزيد عام، باش كيما نقول باش نحضر روحي خير للماستر. وانتي اصلا تخرج رابح، باش تربح دبلوم اخر لهنا في فرنسا نتاع ليسونس، رابح دبلوم فرنسي، فهمت علاش؟ ايه دي ما عندي حتى مزية، انا راني ما عندي حتى مزية يا جماعة. واللي كانت تستحق حاجة اخرى كذا نقول لكم سي سكو جي كومبري، اي نو فول بلو دو نو. وي 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 فريمون سا سو فوا في برشا حاجات. انا نحكي لكم فرانشمون بالنسبة لدوماني انا الميوزيكولوجي، تي كانت تلمنا الكلنا من الافريك، تي كانت تخرج ميات من بشر، نعطيكم اللي تحب. شكون طالع يقرا موزيكا ولا ميوزيكولوجي في فرنسا؟ شكون معناتها في الافريك؟ تي كعبتين وكعبه، فهمتوني؟ شكون معناتها؟ نحكيكم بالنسبه لي انا صافا، اما راهم بالحق يتبولدوا، راهم يتبولدوا، راهم صعب بينا. مش نفشل فيكم ولا حاجه، توكل على ربي. من بعد اللي كاتبولك ربي يستنى، زاد نجم ربي يكون كاتبلك في حاجه ما خير، راه انا نعطيك من الاخر، انت توكل على ربي لا اكثر لا اقل. حسيلو يا جماعة، أنا طوى عندي الوقت الساعتين وسبعة، يلزم نرقد. ونقولكم بونوي، وتستحقوني هكا هكا، نعمل هكا دو طون زون طون هبط لايف، اللي عنده أسئلة يسألني وكذا، ونعاون، راني ما يقلقنيش، راني نعاون، ما عندي حتى مشكل. هاي يا سيدي، نقولكم بونوي يا جماعة. À très bientôt. Ouais. Ouais, bah. يعطيك الصحة، حاجة مزيانة الميوزيكولوجي، أي هي باهية الحقيقة، من بعد ما تخدمش في فرنسا، بون باهية الحق، باهية هي، بون ما نحبهاش برشا الحقيقة، ما باهية سافا سافا باهية. اليونيفرسيتي عجبتني على الآخر، مزيانة فريمون، تير تير تكا هواي. نقولكم بونوي، ياي.